مشكلتنا هيستها وحويان هدا وحي أمور تأدون كوساب سن مقلدين بين النقلة نعرضوا محيطرية محل شيء إنه لا إبداع فينا حبيب سوكر لي ويني وعصب ما هينه مقلد هي تقليد مقلد بيننا تقليد بين وضنا يعينه كقد ضيانينا وحي الدين تكوساب سنة بدع بين وضنا وعكسي إن راد عيني عكسي علم بين وضنا وأه أمور تدنو جانا وحيد إني وحكوس يكر دينه أمور تدنو جاد وحكوس يكر دينه وحن بلينو شجع وقاضنا أمور تديني جانا وحيد إن لينو شجع وحي الله الرسول في الأهدين عليه السلام وإنه قاضنا لكن بدعي نقدم وضنا سيدا وجاد وحن لا نرتع مركا لتشوغو ساينسيسكا مودرنيسم كا صح التحديث با صح وحلا عصبونيسيا با صح مركا الدين تلتشوغو فنديمنتاليسم كا صح فنديمنتاليس واصولي وكي اصل كون قري وقفان بدع دبا قادرين اذا مركا الدين لتشوغو وحا صح ان اصل كغبطه مركا لتشوغو ادونا وحا صح ان مودرن كغبطه وحبا وحي كدبيان ان دوكاعدو هذا أيها الأحبة علنا مركا يا يا انتلكتشوالا يا سكولارا يا اندرغرادا وحلنا مسألة عند صفي عنو فهم تبا أقويها نكوحي الدينيدنا عهد النبي وعليني عليه الصلاة والسلام مركا يتشوكتو يدين وحي الدنيانا إبداع كتير وح عصب كينا يهرا وصعدا كسبا قويه نمر كنودا هكا يجنو سكلا هذين هو يجنا نوح نورينا آدنوه ما هول وح لغشبه ويل متهد يعني سي عشلا دين تلو جبوحية وح لغش غين تسوع على لسون ماها بين هذا مقول ماها وقف إبداع لي إنفيشن لي وح صوصار لي وعصب كينا يه هذا واحد لاني مثقفك أما انتلكتشوالك أما أقويهنك أما قفك عن ربنا متعلمك هوين النقضاء من له الرصيد معرفي قف كيدا قوناد له كو قف مران وين عنه النقض هذا مران تيوح بس يكرين ميس قف عن مدنين وين وهذا جامعاتك وحال اسكسي مفاتيح العلمية علمك اللي اسكمسيه جامعاتك انت بدن قف قوحي هلا فرها علمية سيدا قويها نقا كرتو لكن قفك وحو اسبرو وحو اخريو وحو مركا جامعات دا كغل جوي سابا اقونتو وكو بلاب ميسا انت تن وحلو قسيريا فرياشي ولو ترين غرينيا سيدا وحلو بارا بات برانيسا اصوشات برانيسا مصطلحات القوم بات برانيسا وترينين جامعات دوا توابر باتي ليسا لكن افتر دات بات ريسيرج كرسمي بلاب ميسا مركز امتحاننا ذني وحنا كنقول بدك تدي بوقف قوح بلابا ريسيرش كا رسمي قاع يين وحسي كورنيو رسمي قاع سادر هذا دوح لنا هاي أقويها كانوا باهن وحوي وقف له رصيد معرفية وقف له كيد أقوامات وقف له بين لنا قدرة عقلية في النقد والتحليل والتوجيه وقف له أود هفتان ما هقف مولس كغش ربي وحيه وقف أنا لا تكثير وطه وقف وح تحليلين كرا وقف وح الله شاقي نقدين كرا مركو نقدي يتحليل كوشوغ الدين وقف نقدين يهوفا يوحان دين تاهين كريبيا أراد بن آدم كده بيه بدعة كريبيا وصوشا ونقنية مركا يشوغت أمور الدنيا وقف وح نقدين ايه وصير اسكي نظرات كان يالا هدو برين كرب برين ايه هدو وحكو كردين كركو كردين ايه وحسب كين ايه اذا وقف طالع ومرصدحاتك اقونت العلم للعلم والفن للفن ماها اقونت وين السلوك النقطة وين الدقة النقطة وقف هجد بلشاد لمركة ادنها هجية والليدة شبه تتيود لي انه حقاميه اصعدة وأصعد وحصاه كرنا معرفية أقارة إنه آدنها كوه جاميه وهو حبيريه سيدا دردد وحلنا قويها كأربنا
هان لسو دابيي ماها نين انتا لقيي ميل وحوغا لغصو شبي ودبتنا سير ركورد كدب لوش ضيونو انتي سوع العليني ماها اي وحوية واقف يس وحيلا بريسته يس كيد سميي اقونيت كرر صدي وحبحثيي ومر لبعض وحن لين واقف عقل متفتح عليه وان اسكح حبارن ان وحن وسيته وحن تتوارى بنا ادم مثلا وركسان اسك تشوكتو وارى بنا ادم سيبا ارتي سودامي ذاتس واي ارتي سكو ثيوري بدلو لي الا ونظرياتي وهاركتيو هل غران اي وحا كان ان اركتيدا رير قلبيت اما اركتيدا ليبراليزم كو سيدا اركتيدا شيوعيه و سيدا كو بيدخ دخيغا و سا كو ميدخ دخيغا و سا حتى اي مقالته يا هدي سياسته هي هدي بني ادم كي يسال ولا everything at so qabato 3 4 theories ba ka jira what do this 3 4 theories لكن marka aad joogto in chemistry ama in physics samayn kan mostly kama jiraan way iyaga lab ka inta lageeyo bal oran ee theory gani u buray كان هو صاحبه نوضة كان سلابك لكن كان كالي يا أرتس كا حقيه بنادم قالوا تجابية ما كانوا حرد على بعض القيمة إياه شعيد دوال التجابية تدواتا سلابك يودين بين هذا نف ماله ولا يقولي تان كالي والله وضع هدي واحد عمال له ولا يقولي هذا ما حان ربنا من ربنا قف انت اللي سور دامي دابا تانا وحي لو سو داميون ددك كو فرقا اي وحن ربنا قف عقلي لو سو فري او كيد قومد له كيد كو وين ما قونت كو وين وا قون دينه قونت كو وين وا قونت شيخ سيره ربي برطه افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب مي سمين با الى هي لي كو وحي الا سو دجيه غرانيه اني حق يهين فهمي إن الله ميو لم يجيب على لي حقيقة وين جرتا والله سبحانه وتعالى نك أكبر حقيقة جرم واي وحكى له قرت قيمة ماله وهي قاربة إلى هي حقوق المام وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إلهي قارب قلت المامية إلهي وعدك سوى حق بالإله لنا أحيي وهم خلاف ذاتك إنت بدني ووح مقرطة ليري وح مقرطة إنت اللغو شيئا إيه هدنا علم اللغو شيئا مركي ليري ووح قرطه وح مقرطه إيه هدنا وح ليري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إن يرؤون نلوشة مقال كيدا صرابة يقرانا يبا ليري آخرة إيه حقائطي وإليد يا رب يا جنة يا النار تاقرم ما يبا ليري إذا أقولت هذه حاجة قرن وإذا أقول ما هترسل سكال مركانو تلماما متعلمك قفك الصومالية ده متعلمك وحانو كان ربنا قف سمين كاركال جرى الريفوليوشن قف هفي كاره لقن كالصومالية ده عيلاه ده قف سمين كاره مسكح هذا قفك الصومالي أو حكم بدلي كره قف ثقافات كدل كنية للصحي كره وحنكرمنا قف نقوم كره هجان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وحنكرمنا قفك متعلم كعصبين النقضة قنديل كي أما افتين كي ومده ركعيي هو يفيل لها ماشي وسعطه ما أهم مثقف كانوا ربنا أما متعلم كان دورنا متعلم علوش يسوي النور حن حوك سداون اللور دي حوك أبا صابر تي حق يبا العقب بدل لك هلا حراني حلال بانك ليقين وحول بلقة ما أهم ما هقف على النور حلال اللقاء قف النولي ما هم متعلم ما ها سكولر ما ها انتلكتشوال كالرسمي قاه حوله هو ويقان نسيد اللون ارقو امم كنا مركا وحي الرميسيين اللي بدلوه ودن غي نكلمي قبيالت باطالة بقام احمن حنوات لبدن بايالة ما مرحو ما ايالة وحفي عالي نوايالي لكن احنا نبهنا يدغن كاين له فوق
maha mutacallim ninka markuu xaggoo tago reerkoodii uu safka ka gala maxaad soo kordhisay awalba odayaal waanu haysanay reer hebel difaacayay haddaadna qalin iyo buug la tagta adoo reer hebel difaacaya maxaad iska soo lugaysay maxaad soo kordhisay qabiil indifaacdaa meeshii waa joogtaa qabiilku dooraba ha noqdee in dadka qoloqolo u qaybisa waa joogtaa masaladaa khubaraanu u leenay ugama baahnin mid yuganda ka yimi iyo mid meel kale ka yimi toona wax ka weydiinmayno experts baa jooga waxaynu u baahnayn caqliyadaa ciddii bedeli lahayd waxaynu u baahnayn cid wax soo kordhisa cid dadka aragtiyahay haysteena qaldana hufi karta cid wax aqoon noqota cid aan aqoonyahan ku tilmaamno cid dadka jidka qaldan ka toosin karta yes dadku waa tiro badan yihin afkaarteenina aada bay ugu badan tahay laakiin ummad kasta waqtiga isbeddelka hore waxay gashaa in afkaartuun laga hadlo oo aan materiyalku wax badan isbedelin matalan casrigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada materiyalku wax badan isma bedelin laakiin maxaa isbedelay cuquushii dadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqaale abuur iyo baabkan ma u dhaqaaqin wuxuu u dhaqaaqay cuquusha bini aadamka inuu bedelo wuxuu u dhaqaaqay rijaal qiyaada wada qaban kara inuu soo saaro wuxuu u dhaqaaqay umma dhammaanteed qaa'ida buu soo saaray nebi maxamed arday kama tegin qaada buu ka tegey waa kala nooc marka aad sheekhu muridiin markuu soo saaro iyo markuu soo saaro rag shuyuukha oo booskiisa iyo boosaska lama fadhiisan kara waa laba shay oo kala nooca kobigaaga inaad soo saarto maaha ee waanaad soo saartaa qof adiga wax ku dhaami kara halkaad adigu dadka ku haysay ka kaa dambeeya waa inuu tallaabo ku dhaafiya oo dadka hore usii wadaa laakiin hadduu noqdo kobigaaga waxaa laga yaabaa inuu inkaasii liito weliba halkii aad joogteen halkaasi yaro hoosaysa inuu gaadhsiiyo idan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey kaljarkii iyo caqiidadii iyo dhaqankii iyo maabil anfus buu bedelay taa markuu bedelay saxaabadiina intay shucladaasi qaadeen ifkaa intay qaadeen bay dunidoo dhan geeyeen maanta caalamul islaamiga aynu ku noolnahay wuxuu u badan yahay intii saxaabadu furatay raggii uu nebigu tababaray calayhi salaatu wasalaam ee qaadada ka dhigay intay iftiinka gaadhsiiyeen buu u badan yahay intaynu maanta weli ku noolnahay yurub xataa goormuu isbedelku yurub yimi wuxuu yimi casru tanwiir wixii ka dambeeyey casru tanwiirku waa maxay waa renaissanceku markuu bilaabmay kadib waa cusuurtii ay caqliga xoreeyeen oo maxay ka xoreeyeen diin khuraafo ay haysteen diin khuraafo ay haysteen oo matalan qofkii xanuunsadaba waxay rumaysnaayeen jimin iyo waxba ku dhexgalay oo xanuunku inuu jin iyo shaytaanu ka yimaadaa bay rumaysnaayeen kii koowaad markuu soo saaray microscopeka uu yidhi maaha jermis baa jirjiray iyo wax kale waa la maagay waxaa la yidhi waa hartaqa bidac baad wadaa kii yidhi dhulkaa wareega iyo waxbaa wareega waxaa la yidhi diinta baad ugu adka baxday waa la laayay waa la gubay brono iyo iyagoo nool baa la gubay galileya inta la xidhay baa ilaa xad uu ka toobad keenay lagu hayay xabsiga qaar waxaa lagu qaaday maxay dilaan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa in la gubay isagoo nool maxaa waxaasoo dhan loo sameeyey diin khuraafaa bay haysteen diintii ilaahay oo la bedelay oo wax kale noqotay oo intaa aragtidii batolmiyos iyo aristotle iyo waxaa intaa la qaatay ayaa diin laga dhiga dee sayniskuna uu socdo wax horumaraya buu ahaa ilaana casru tanwiir bay galeen markay caqliga xoreeyeen ayay weliba waxay qaateen bicon iyo nimankii la odhan jiray manaahijtii muslimiinta ee baxdiga cilmiga ahayd markaasaa waxaa bilaabmay renaissanceki iyo wixii la midka ahaa inay wax soo korin kara wax dunida kusoo kordhin karaan ilaa iyo technologiga maanta ay hogaaminayaan dunida ay keeneen idan isbedelka bini aadamku caqligu ka bilaabmaa isbedelku materiyal la kobi gareeyo maaha materiyal la kobi gareeyo carabtu daaro dhaadheer bay dhistay laakiin ma waxbay soo kordhiyeen skyscrabis bay wada dhiseen annagaa daarta iyadaa tiina ka dheer qolba daar cirka qabanaysaa la wada dhisay laamiyo qurux badan baa la sameeyey waxaasi maaha waxba bedela materiyalku aad soo kobiyeyso horumarku maaha horumarku waa bini aadamku aad bedesho siduu u fakerayo siduu wax u baarayo siduu wax u qabanayo bini aadamku isagaa markaa dhaqaalaha sameeya isagaa wax soo saarka sameeya isagaa waxa ka sameeya jermani dhulkaa lala simay laakiin caqligay hore u bedeleen
dhulka markii lala simay waxay ka dhigeen maxay? Malik ibn Nabi baa wuxuu odhan jiray markii dhulka lala simay Germany, haddii Jarmalka lasoo qaadi lahaayo waddan Afrikaana la dhex dhigi lahaa buu yidhi, kuwa Afrikaanka ee degana la qaadi lahaayo Germany la geyn lahaa, kuwaasina meel dunsan unba iska noolaan lahaay buu leeyahay. Kuwii lasoo qaaday Jarmalna waddan cusub iyo dal cusub bay sameeyeen. Yacni waa bini aadamka siduu u fakariyo, su wuxuu arkayo, su wuxuu qabanaya la isbedelaa. Idan kaadirka aanu rabno maaha haan la dhaamiyey, maaha shahaado, waraaqaad sidato xagga sarena koros kaga sawiran yihin, xagga hoosana ay ku qorantahay in the name of law, bismi lqaanuun, xataa bismi illahi raxmaan raxiim kuma taallo, bismi lqaanuun ay tii kacaan ku bixin jiray ba waxaasaa noogu qoraa tii siya darre waddanka soomaaliyeed aan ka qaadanay, xataa bismi illahi raxmaan raxiim ma lahayn, bismi lqaanuun baa ku qoray in the name of law. Shahaado waraaqa ma tanfac, waxba ku rin mayso. Hebel waa master iyo waa first degree buu sitaa iyo laba master buu sitaa iyo laba PhD buu sitaa, hada ma tanfac, waa waraaqo. Laakiin haddaad adigu qof isbedelay tahay, yes, markaasay macno samaynaysaa. PhD-gaagu wuxuu macno samaynayaa markaad tahay mutacallim rasmiya, scholar rasmiya markaad tahay, marka aad nolosha wax ka bedelayso, marka aana thaqaafadii odayada dib noogu celinaynin. Laakiin haddaad intaad halkoo tagto safka halkii kaga beerto, waddanka markaad tagta aad tidhaahdo halkee baa dhadhan badan.